المشروع بتاعنا كان بيركز على هدفين رئيسيين. أول حاجة دعم المؤسسات التعليمية الرسمية وخلق آليات مجتمعية لدعم العملية التعليمية. الهدف الثاني كان الحد من المعوقات اللي بتواجه الفتيات في التعليم سواء في المدرسة أو في المجتمع. إحنا نفذنا المشروع ده في 16 مدرسة حكومية في 3 محافظات: الجيزة، الشرقية والمنيا. في الجيزة نفذناه في الوراق، إدارة الوراق، في الشرقية العاشر من رمضان، وفي المنيا في ملوى. وكان اهتمامنا بالحقيقة بالتعليم للفتيات هو جزء منه مرتبط بإزاي نعلي القوة التفاوضية للمرأة، القوة التفاوضية للفتاة. يعني لو إحنا بنفكر بشكل تقليدي إيه اللي بيخلي الست أقوى، هنلاقي مثلا ممكن لو كانت غنية من أسرة عريقة، الثراء، النسب، العوامل دي. لكن إيه دي عوامل مش في إيدينا؟ إيه العوامل اللي في إيدينا؟ العوامل اللي في إيدينا هي التعليم، العمل، الثقة بالنفس، زيادة كل ده لما بنشتغل عليه بنعلي من القوة التفاوضية للفتاة، للمرأة بتبقى أقوى، تقدر بقى تقول أو لا للجواز، تقدر تقول أو لا إنها تخرج من المدرسة، إنها تشتغل ولا لا، إنها تاخد قراراتها في حياتها. طيب لما جينا نفكر إزاي إن إحنا نشتغل على التحديات اللي بتواجه البنات سواء في المدرسة أو في المجتمع، كان ضروري إن إحنا ندرس الأول. فعملنا دراسة، الدراسة طلعت لنا إن في مشكلات داخلية ممكن تكون جوه المدرسة، وفي مشكلات خارجية ممكن تكون بره جوه المجتمع. فصممنا تدخلات المشروع إنها تستهدف الاثنين دول، الحاجتين دول. الأسباب اللي طلعت لنا اللي موجودة في المدرسة كانت مثلا زي طرق التدريس. طرق التدريس هي مشجعة، بتعتمد على التلقين، فيها غياب التحفيز، ولقينا ان دي مشكلة من المشكلات اللي بتواجه الطلبة. مشكلة تانية كانت خاصة بالبيئة المدرسية، زي ما قلت المبنى المدرسي، حمامات، في مدارس كتير كانت الحمامات فيها الحقيقة حالتها صعبة جدا جدا، إما إنها غير قابلة للاستخدام أو حالتها صعبة أو مش موجودة أو مش متاحة للفتيات ومقفولة. فيعني كان بيبقى من الصعب جدا إن إحنا بنبقى عايزين البنات ينتظموا في الدراسة وهم مش قادرين يروحوا الحمام اللي هي أبسط حقوق الإنسان. تحليل الفجوة الجندرية ما بين الحادثة في مجال التعليم سواء تعليم عام أو تعليم فني، حتى نتمكن من أن احنا ندمج الفتيات أيضا في سوق العمل ودخولهم بشكل سلس في سوق العمل. رابع ركيزة لهذا المشروع هو رفع الوعي المجتمعي للحد من القوالب النمطية لتعليم الشابات والفتيات. الحقيقة المجلس القومي كان حريص في هذا المشروع على إدماج الفتيات في المنظومة التعليمية من خلال الأنشطة التي صممتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء المشروع.